وممكن الاختيار يكون نتيجه لتربطات، وممكن يكون نتيجه لشعبيه، وممكن يكون الدكتور سيد البدوي. ما هو اقول لك انا الجمعيه العموميه اتحدى لو حد دخل قصادي دلوقتي ونجح، واحد اثنين قال لك اتحدى اذا 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 الجمعيه العموميه سحبت مني ثقه. يعني راجل عنده ثقه وحضرتك شايف الدكتور سيد البدوي رئيس الوفد كويس، وينافسه على رئاسه الوفد عدد كبير من الناس، والصراع الحقيقي في الوفد النهارده هو صراع بين الورثه، وانا لست طرفا فيه على الاطلاق. الورثه بمعنى ايه؟ في ناس عاوزه تخلفه. مين؟ زي مين؟ لا انا مش يعني مش عاوز اقول، لكن في لا لازم في تقول لازم تقول يا فندم. اولا الوفد ده مسؤوليه. لا لا انت حضرتك دايما بتقول لي انا بتالم لما بتكلم عن الوفد. وبتالم. يبقى لازم تقول الحقيقه. وانت سببت لي النهارده نوع من الالم، لانه الحقيقه انا مش لاقي حاجه كويسه اقولها عن الوفد النهارده. انما في حسام الخولي يطمع في المنصب، محمد عبد العليم يطمع في المنصب، طارق سباع يطمع في المنصب، ادي مجموعه، حسين منصور يطمع في المنصب. كل مجموعه من دول بتزايد لكي تحسن مواقعها. طب حضرتك ما بتطمعش في الموقع؟